دونك بداو على بركة الله لا فيديو ديالنا. بالنسبة للحلوة ديال اليوم غادي نحتاج لا جينواز اللي ديجا صيبتها البارح وخليتها باتت في الثلاجة حتى شدات راسها مزيان وقطعتها وسقيتها. غنخلي لكم في صندوق الوصف الطريقة كيفاش كندير ليها. لا فيديو رانا ديجا بارطاجيتها معكم. وغادي نحتاج الكريمة ديال الزبدة، غتخدموا بأي كريمة بغيتو، المورانغ ايطاليان، مورانغ سويس، الا بغيتو هذيك الطريقه ديالي اللي كندير ديال اللي كنصايبوها في ساعه في 5 دقائق تقريبا كتوجد. غنخلي لكم حتى هي الرابط ديال لا فيديو في صندوق الوصف. وغادي نحتاجو الغاناش شوكولا بلون، حتى لا غاناش غادي نخلي لكم الرابط ديال لا فيديو ديالها. وغادي نحتاجو الكور ديال الفرامبواز، هو الفرامبواز اللي مطيبينو حتى هو فايت ليا نبارطاجيه معكم في واحد الفيديو ديال لاطاخ ديال الفرامبواز، غنحطو لكم في صندوق الوصف. هادشي كامل درتو فيه درتوه من قبل باش نربحو الوقت ولا فيديو ما تجيش طويله. وصافي لي فرامبواز صاينين اونتيغ. دابا غادي نبداو المونتاج ديالنا ديال الحلوه ديالنا. غندير شويه ديال الكريمه هنا باش تثبت ليا الحلوه ديالي. صافي هنا الجناب غادي ندير الكريمه ديال الزبده هنا في الجناب، والداخل غادي لا غاناش شوكولا بلون مع لي فرامبواز. صافي هنا كما تشوفوا انا ساليت المونتاج ديال الحلوه ديالي. هنا غادي ندخلها واحد شويه للثلاجه تشد فراسها، وعاد من بعد غادي نخرجها باش غادي ندير لها ليساج من الفوق. الحلوه ديالنا هي بردات، خرجتها من الثلاجه. دابا غادي نبداو نغلفوها بالكريمه. طبعا انا ساليت ليساج ديالي ديال الحلوه،
انا خليتها اكسبري بحال هكا ما مسرحهاش من الفوق، بغيت الديكور يكون بحال هكا. الا بغيتو تسرحوا نتوما راه ممكن تسرحوه، كيبقى تزينه على حساب كل واحد. دابا غادي ندخل الثلاجه تتشد في راسها مزيان باش نقدر من بعد انني نزوقها، ومني غادي نقيسها ما غاديش تطبع لي وما غاديش تخسر. دونك غادي نخليها تبرد على خاطره ونعاودو نتلاقاو باش نكملوا لا فيديو ديالنا. بالنسبه لا ديكوراسيون ديال اليوم، جيت بغيت نشارك معكم واحد لاستيوس باش كنزوقوا الحلاوي ديالنا. شحال هذه كنا كنخدموا بهذوك لي فوي ديال لوغي، الاوراق ديال الروز اللي كيخدموا بهم الشينوا، هذوك البريوات ديالهم كنا كنزوقوا بهم الحلاوي كما شفتوا. دابا ولينا تنديروا في هاد لي فوي ازيم، كاين عندنا كاين هذيك الورقه ديال السكر اللي كنطبعوا فيها هذاك الشيء اللي بغينا نزوقوا به الحلوى، وكاين هاد لي فوي ازيم اللي كيكونوا خفاف شويه. غادي ناخذوا هاد لي فوي غنحتاجوا لهم هما والماء ومقله. المقله غادي نشعلوا عليها العافيه، مهم جدا انها تكون سخونه. وهنا الماء يا اما كنديروه عادي بحال هكا يا اما كنزيدوا عليه الكولورون، حنا اشنو بغينا يكون عندنا من بعد. الا بغينا الوراق يبقاو عير بيضين راه ما تنديروا والو، الماء تنخليوه هكا ناتشورال. عندنا الحلوه فيها الالوان، فيها الغوز، فيها الشيبي، فيها كنزيدوا واحد القطيره ديال الملون، وديك الساعه تن نديروا هذاك اللون اللي حنا بغينا. دابا انا ما غاديش نقطع هاد لافي لحقاش عندي ديجا هاد لي شوت، عرفتي ملي كان البريميو كيشيط لينا واحد الجهه خاويه. الا شاطو عندكم هاد لي شوت بحال هكا تبارك الله، ما شاطوش عندكم راه غتاخذوا هاد الورقه بحال هادي وغادي تقطعوها. دونك بالنسبه للتقطع راه تنديروا اي يعني كما بغينا. هنا نقدر ندير انا هنا ندير بحال واحد لافي، مثلاً صافي من بعد راه كنقطعو كيما صافي. هنا جبت فين غادي نحط هذيك هادو الوراق ديالي ملي غادي نطيبهم. دونك غادي نبداو مثلاً بهذا، نديرو في الماء ونخليو الورقة حتى كتبان لنا راها رطابت وكتعطينا الطوع، ولكن ما نخليوهاش بزاف لحقاش غادي يذوب لينا، حتى هذا راه فيه غير السكر دونك مع الماء راه غادي يذوب. المقلة ديما تتكون سخونة. خاصكم تاخدو هذوك الوراق ديال لازيم اللي كيكونوا رقاق ماشي ديك الغلاض باش تعطيكم واحد المنظر اللي زوين. ندير وحده اخرى هي ترطب ونضم صافي. هنا كيما شفتوا راه الورقه ولات كتجبد، الا بغيتوا تجبدوها اكثر بحال هكا باش كتجيكم كتجي رقيقه، تقدروا كاع ديروا بحال شي تقيبات بحال هكا الا بغيتوا تجيكم مخرقه، ما تخافوش منها. دونك ملي كنكونوا مسردين هاد لافي راه كنخدموا بها ديك الساعه كيما بغينا. على هذا الشكل قبل ما نحطوها في اللاطه نعاودو ندخلوها في الماء باش تسرح لينا، حيت دابا راه كدا تتلصق. نعاود ندخلها هنا باش نقدر نسرح الورقه لحقاش ملي كنحيدوها من الماء راه كتولي تتلصق. صافي دابا غادي نهزها ونديرها في المقله ديالي، كنطويها من هنا
الشكل صافي. كون عندكم شويه الخاطر صافي غادي نحطها في المقله. وهنا تقدروا تزيدوا ثاني داك التقابيل اللي بغيتوا. الا ما بغيتوش هاد التقابيل ما ديروا لها والو خليوها عاديه غادي تجي نورمال. انا غنوريكم هذه ما غادي ندير لها والو غنخليوها بحال هكا باش تشوفوا الفرق. بغيت نقلبوها على الجهه الاخرى حاولوا ما نلصقوش مع بعضياتهم لحقاش مع السكر الفواكه كيجيو حدا بعضياتهم تيلصقوا. نردو البال صافي تيجي على هذا الشكل كما تشوفوا. الا بغيتو تشكلوهم ما حدهم باقي سخان يا اما تحطوهم على شي حاجه عوجه باش الا بغيتوهم يجيو عوجين. بغيتوهم يجيو سامبل راه كتحطوهم غير هكا هو خاصهم ينشفوا مزيان بحال هذا القلت هنا باقي شويه شويه فازك. وهذه اللي تجي سامبل كتجي بحال هكا ما فيها حتى فاعل هاد التجاعيد بحال هكا. من بعد راه ملي كنزوقو بها الحلوى تنزيدو الورد وتنزيدو داك اللون الذهبي اللي عندنا راه تعطينا واحد الشكل زوين. هنا كيجي دونك دابا غادي هادو اللي بقاو ليا غادي نكملهم وغنقدر ندير شي ملون باش نوريكم الريزلت كيفاش تيخرج. نزيدو الملون كما تشوفوا الغوز راه تيجي بارد. ولا بغيتو تزيدو الملون راه تزيدو على حساب نتوما شنو بغيتو. نحط لكم حدا حدا باش يبان لكم الفرق. هنا دونك انا غادي نمشي نجبد الكاطو ديالي باش نبدا نصايب لا ديكوراسيون ديالنا ونعاود نتلاقاو باش نديرو هادشي مجموعين. دونك دابا غادي ندوزو نذوقو الحلوى ديالنا. خرجت هذيك الكريمه اللي بقات عندي كريمه ديال الزبده دونك غادي نحتاجو ليها. وغنحتاجو لهاد بحال واحد لاسباتول باش غادي نسرحو الكريمه وهاد هاد لي بوشوار هادو غتخدمو باي بوشوار عندكم. وهادوك الوراق اللي صيبت انا وياكم دابا دابا غادي نوريكم كيفاش غادي نزوق هاد الحلوه ديالي. غناخد شويه ديال الكريمه. انا غادي ندير واحد الزواقه هنا وواحد الزواقه هنا طبيعه الحال كما تنقول لكم كل واحد تيزوق كما
كما بغا وكما جات على خاطره. دونك نتوما ماشي ضروري انكم غادي تبعوا هادشي اللي تندير انا. دونك غير هو خاصنا نزربوا واحد شويه باش هاد الكريمه اللي في الحلوه ما تلصقش لينا في البوشوار. كنحيدوا هذوك ليكسيدون، تنحيدوه بهاد السباتول هادي. شويه وغادي نعاود وحده اخرى، نحاول نمسح القشور ديالي. هادي اللي كتشوفوا على هاد الشكل. خديت شويه ديال الكريمه ودرتها في هاد لابوش، وغادي نخدم في هاد بهاد لادوي ديال 1 ام اللي كنديروا بها الوريدات. صافي غادي نجي غادي نزوق من هنا. غادي نزوق حتى هنايا. صافي غادي نبدا نزوق بهاد الوراق اللي صايبنا، كنقطعوهم على حساب القياس اللي حنا بغينا. صافي هنا غادي نزوقو هادوك الوراق ديال الدب. غادي ندير الماء شويه ديال الماء بالبانسو فين بغيت نحط الوراق ديال الدب باش يلصقوا ليا. نديرو هنا مثلا صافي غنبداو كنزوقو بهاد هاد بحال الحبيبات مذهبين. غادي نزيدو هاد الحجيرات بيضين. الحلوة ديالنا تجي على هاد الشكل كما تتشوفو معايا، تجي راقية صراحة وعطي واحد المنظر زوين. هادوك الوريقات الشوي كيجيو على هاد الطريقة. المهم رانا زوقت عير بهادوك الحبيبات اللي وريتكم وبالوراق ديال الذهب. قبل ما نسالي لا فيديو بغيت نبارطاجي معكم هاد الحلوه اللي كنت صايبت من وراء ما كنت سجلت هذيك لا فيديو ديال هذاك اللي فاي ديال الازيم كيفاش كنديروا لهم لا ديكوراسيون، وبغيت نبارطاجي معكم هاد الحلوه باش تاخذوا فكره كيف الا بغيتوا حتى نتوما تجربوا هاد القضيه هادي. الحلوه ديالي تجي على هاد الشكل، او حيت هنا اللي فاي كبار وتيبانوا مزيان هنا تيجيو على هاد الشكل كما تشوفوا. نقرب لكم تجيو بحال دونتيل. تعطي واحد ديكور جديد، يعني تنخرجوا على المعتاد ديال الحلاوي اللي كنا كنديرو دائما.
دونك نتمنى انكم تزعموا وتجربوهم. وهنا بالنسبه للحلوه ديالي انا زوقتها على هذا الشكل، باش يعني نبارطاجي معكم كيفاش كندير هذا الغوندو هذا. كنتمنى ان الفكره تكون عجبتكم وتقدر تدعمكم انكم تجربوها. دونك نخليكم على خير ونقول لكم نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. ما تنساوناش من الدعوات ديالكم. مع السلامه.